هلا كبيده، جيسبر كو فو زالي بيان. اسمحوا لي غبرت لكم، مابقيتش كنحط لي ستوري بزاف غير مع الوقت وصافي. المهم كنت حطيت لكم شي دو جوغ دابا واحد لا فيديو في كلكو برودوي كوزميتيك اللي خديت وما هدرتش لكم عليهم. المهم بالنسبه لهاد الناس اللي خديت من عندهم هاد لي برودوي هادو، ما عندهمش باج انستغرام، عندهم يعني غير عجبوني وقلت نبارطاجي معكم هاد الشيء اللي خديت انا، حيت فريمون واعر عجبني. وغنخلي لكم النيميرو ديال الواتساب اللي بغى شي حاجه لانها ليهم وما غاديش تكلفوا بلا ليفريزون هادو. الحاجه الوحيده اللي شفت البنات هضروا عليها ولا قالوا لي وريها لينا هي هاد زيت ارغان المعطر بلي زودور، بحال زيت ارغان معطر بزهره البرتقال، زيت ارغان معطر برائحه الياسمين، والمعطر برائحه اللويزه، والمعطر برائحه العود. انا جربت ديال العود وديال اللويزه زوينين بزاف. كيف ما قلت لكم البنات كيخليو واحد لودور اللي هي غزاله بزاف. جربت انا ديال العود، ريحه العود واعره، حتى انا كنميل بزاف لي زودور ديال العود، كتخلي واحد الريحه زوينه. وبالنسبه لهاد ديال اللويزه بالنسبه لي بارتي انتيم كتبقى فريش والريحه غزاله. هادو بجوج جربتهم، وحتى هادو يعني من الريحه ديالهم واعرين، حتى ديال الياسمين. ومهم هادو اول حاجه اللي خديت. ثاني حاجه خديت هاد السيروم لي بوغ ليدغاتاسيون ديال الشوفو، لي فيه فيتامين او وفيه اليازير. فوالا ها هو زوين بزاف لتقويه الشعر. كنستعملوه جوج المرات في النهار، في الصباح وفي العشيه من الجودور، يعني كنديرو به بحال هكا. وحتى على التحت ديال شعرنا، كيسرع النمو ديال الشعر وكيخلي يعني كيخلي فيه ديك لابريونس اللي كيف ما قلت لكم البنات كيخلي لابريونس في الشعر. خديت اوسي ملح الحمام، ملح الحمام خديت هذا برائحه الشاي الاخضر، وخديت هذا برائحه زهره البرتقال. واعرين بزاف هادو البنات على قبل يعني لا دوش، يعني كديروه في البينوار وكديروه عليه المدافي، سينو بوغ البيديكور يعني كديروه في الماء. هذا يعني غير هاد الملحه هادي في الماء وكتحطوا فيها رجيلاتكم، الريزولتا ديالها زوينه، كيديو الرجيلات ديالنا وكيخليو ديك القشره اللي كتكون في الرجل يعني كتحيد بسهوله. خديت جوج، واحد بالرائحه ديال زهره البرتقال وواحد بالرائحه ديال الشاي الاخضر، لانه الشاي الاخضر معروف كيحيد ليطاش. خديت البنات هاد الكريم دو جوغ وكريم دو نوي، صراحه زوينين بزاف على باز ديال زيت ارغان بوغ ليدغاتاسيون ديال لو فيزاج ديالنا. بالنسبه لهادي ديال الصباح زوينه بزاف، يعني كنحتاجوها بزاف فاش كنغسل وجهي في الصباح، يعني كنخليوه ناشف كيتغدي يتقشر. دونك خديت هادي باش نبقى نيدغاتي بها الفيزاج ديالي من مورا ما نغسلو، وهادي في الليل فاش كنعاوتاني كنغسلو وجهنا في الليل كنيدغاتيو بهادي بزيت ارغان، كيوحدوا اللون ديال البشره وريحتهم غزاله. يو سي خديت هادي الماما جوج ديال لي كريم اونتياج اي اونتي ريد الماما، فوالا يعني غيكونوا في ناس اخرين حتى هما غيحتاجوهم حتى هما نبارطاجيو معاكم. هادي بالكرموس، هادي بالكرموس اونتياج اي اونتي ريد، وهادي بالارغان حتى هي اونتياج اي اونتي ريد. قلت لي جربات وحده فيهم ديال الأرغان. ايوا يا البنات اخر حاجه خديتها هي هاد الكوماج هذا ديال القهوه سكراب ديال الكافي، حيت كنبقاو صايبو بزاف خديته مهم من عندهم. وخديت هاد الماسك هذا ديال النيله اللي معروفه البنات يعني ازاله الترهلات الجلد ديال الكل في الرؤوس السوداء الدهون الزائده وكينظف البشره بعمق. فوالا دونك هادشي اللي خديت من عندهم، لا كاليتي ديالهم غزاله كيف ما قلت لكم، راه ماشي شي باج معروف شي حاجه، اصلا ما عندهمش باج انستغرام. غير عجبوني لي برودوي قلت نبارطاجي معكم لي برودوي، قلت نبارطاجي معكم. يا سي غنخلي لكم نيميرو التليفون ديال السيده اللي خديت من عندها هادشي، باش نتوما اللي عجبتكم شي حاجه تاخدوها، ودي بري زوينين بزاف، اهم حاجه انه لا كاليتي غزاله بزاف. صافي هادشي اللي كاين، غنخلي لكم الواتساب هنايا، دخلوا هضروا معاهم وكومونديو اللي بغيتو، وبصحه وراحه وبيزوات.